تحية السلطعونية الخوت، مرحبا بكم. هذا السيد هذا دار واحد الفيديو تتهمني انايا والرادي الليلي الصحفي الشريف رادي الليلي اللي تطلقوا عليه واحد الهجمة الشرسة، وانا شخصيا دابا طابقين لي واحد الحملة تشهيرية راه بداو فيها ولكن تيبنيو ليها. المهم حتى تخرجوا بعدا بالتشهير ديالكم حتى انا نخرج بالتشهير ديالي، فهمتي؟ يعني ما عندي ما ماشي مشكل. مرة اخرى ما تجيبوش لي ما يصرايتي دوي هذيك اللهجة ديال ايه ها ها، جيبوا لي مغربي تيهضر، فهمتيني؟ شارين الدمام وكان سمع هذا اش تيقول اخوتي، ردنا عملاء ومرتزقه ومجندين البوليساريه وكذا وكذا. غنسمعوا الخوت. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج من تندوف. هنتكلم في حلقة اليوم عن ظاهرة جديدة ظهرت في المجتمع المغربي، وهي ظهور مجموعة من العملاء والخونة الذين يستخدمون منصات ووسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة المغرب ومهاجمة الصحراء المغربية، ووضعوا أيديهم في أيدي عصابة البوليساريو، وعلى رأس هؤلاء المدعو راضي الليلي الذي كان يعمل بالتلفزة المغربية، وتم فصله من التلفزة المغربية منذ سنوات وطلب حق اللجوء. أولاً شي واحد شي هذا راه تيقرا من واحد شي حاجه مكتوبه ليه تمايا مصاوبه ليه شي واحد وتيقرا منها، راه عيني ديريكت فيها تيشوف فيها ديريكت، شي واحد كاتب ليه هذه المعلومات وعاطيها ليه هو تيقرا، فهمتي؟ فكان فين نوصلوا يعني الجزء ديالي تعرفوا بانه كذاب، هو اصلا مرتزق فرنسا والان مقيم في فرنسا ويستخدم منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة المغرب، ويطلق على الصحراء الغربية، ويطلق على المغرب بالمحتل. وأيضا نتكلم عن شخصية أخرى، هو شاب مغربي مقيم في بلجيكا وأسس جمعية للدفاع عن حقوق الشواذ في بلجيكا. يضع بلادي بلادي انا مقيم بلجيكا واسست جمعيه لدفاع الشواذ، هذه بدا اكبر كذبه. راه فات اخويا السياسي، راه فات ابريل، دابا حنا راه في مايا الاخرى. كيفاش انا راه ما مقيمش بلجيكا؟ صحيح معلوماتك الحمار، فهمتي؟ راه الناس كامل عارفين اين اقيم، فهمتيني؟ ما عرفتش انا شكون اللي عطاك هذه المعلومات، والمخابرات بغات تبان يعني شنقولك بانها يا اما هما يستحمرون انفسهم، وان كانوا يستحمرون انفسهم فراه هذه مشكله عظيمه، ولا فهمتيني ولا عاطينو يعني معلومات غلطه وصافي، فهمتي؟ حيت عارفني انا السيد هذا اللي كان بعدا اول حاجه تيكمل هذا الفيديو ونقول الهضره ديالي. كذاب، فهمتي؟ كذاب في كذاب في كذاب. انا ما عنديش علاقه ببلجيكا وما عمري اسست شي جمعيه للدفاع عن الشواذ، فهمتيني؟ هذه معلومه. حلق في اذنه كالنساء. هذا الشاب الذي جندته عصابة البوليساريو لمهاجمة المغرب وتقوم شواذ في بلجيكا. يضع حلق في اذنه كالنساء. هذا الشاب الذي جندته عصابة البوليساريو لمهاجمة المغرب وتقوم باستضافته يوميا خلال منابرها المشبوهة. هذا الشاب المقيم في بلجيكا ويدعى ايد الشهبي وتراه في اولا سمعوا هذه الهضره هذه الخوت، قال لك انا اقيم في بلجيكا واضع يعني هذيك الشواذ. وشوف دابا كالشواذ، قال لك انا شاد واسس جمعيه ديال الشواذ واضع يعني هذيك الشواذ. ودابا شوف ما قلنا على الهضره، وشوفوا بعدا عيني في تيضربوا، راه السيد تيتهجى باش تيكمل الهضره ديالو، راه تيشوف تيركز مزيان. المغرب ما قادش تيقول هذيك كلمه المغرب صعيب عليه، تيقول البوليساريو يعني تيشوف شي حاجه وكذاك الشيء اللي كاتبين له راه تيقولوا يعني تيستحمر. اول حاجه اول مره بلا ما نكمل الفيديو لان هنا ينتهي قد يكملوه، ولكن راه ما كاينش فيديوهاته كالشواذ. فمن خان وطنه ولا يمت الرجولة بشيء، وعلى المغرب إسقاط الجنسية على هؤلاء المرتزقة التي جندتهم عصابة البوليساريو لمهاجمة المغرب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وتستضيفهم جبهة البوليساريو من خلال حملة مسعورة وجهتها خلال الأيام الماضية على المغرب، وقد انضم هؤلاء إلى المعسكرات الصيفية التي تقيمها المعسكرات الصيفية. وش عمل هذا؟ وش هذا مريض؟ فين عمري انا بعدا مشيت للجزائر باش يهضر هذا على فين عمري وصلت شي معسكرات ولا شي حاجة؟ واش اش نقول لك؟ ما عرفتش انا هذا السيد الصيف راه كامل دوزتو اين اقطون، ما خرجتش كاع على الدولة، فين عايش الحمار؟
ولكن انت يا ما عرفتش فين تجيب هذه المعلومات. كيدب في كيدب في كيدب، وكاينين بعدا بعض التافهين متيقينو. والله الا تشوف تنقول الله يستر. اول حاجه هذيك المعلومات اللي قال عليا انايا ديال انني تنسكن في بلجيكا ديني، وانني دير جمعيه للدفاع عن الشواذ، اول حاجه هذا تشهير بيا كشخص، وتشهير بيا بالكذوب، ماشي حتى شي حاجه حقيقه، حتى شي حاجه ما قالها حقيقه في داكشي اللي قالو، كلشي كذوب. كيدب في كيدب في كيدب، فهمتي؟ ما في اللي كمل هذا الفيديو، ولكن راه شفتو كامل. يعني الا بغيتو ترجعو راه ترجعو للقناه ديال هذا الحيوان هذا، سميتها جمهوريه السيلفي. انا بعدا تنشكرك انك درتي لي البوز الحمار، ولكن اش نقول لك، يعني هذيك المعلومات اللي تتقول راه سي با فري، يعني راه كلها كيدب في كيدب في كيدب، فهمتي؟ الا كان في اوروبا راه غادي يرفع عليه دعوه قضائيه. انا اتصل بمحامي ديالي ويرفع عليه دعوه قضائيه ديري، ما نزقلوش، لان هادشي اللي تيقول هاد سميتو بحال تيحرض عليا الناس، فهمتيني؟ وهذا تحريض. واما فيما يخص يعني المخابرات المغربيه اللي تتجند بحال هاد المرتزقه ديال المصريين ديال اصحاب الفول والعدس واللوبيا، المهم اش نقول لكم، عرفتي شنو جبدوا شنو عندكم، فهمتي؟ بغيتو غير هادشي ديال التشهير وراه انا ابوه، فهمتيني؟ يعني جربو جربو اخوتي جربو، فهمتيني؟ وجربو، فهمتي؟ جربو هادشي ديال التشهير وحنا نبداو يعني المعركه. خلينا داكشي تشهروا بشي واحد غادي يسكت ليكم، وداكشي انا ندمك اخي، فهمتي؟ بكل ثقه في النفس ندمكم بالتعرابيط وبالقانون وبكل شيء. انا تنقول لكم تحيه سلطعونيه، وهذا الحمار هذا راه بعدا غادي نشوف كيف فين تيسكن، يعني في اي دوله يقيم، وغادي يرفع عليه دعوه قضائيه. داكشي بالقانون، نتعامل معاه بالقانون، تشهير بيا ولا شي حاجه القانون، اي صحابي كيف ما كان يشهر بيا القانون، واخا يكون ديال المخزن القانون، رفع عليه دعوه قضائيه. والله لا باقي حطيتي رجليك اولدي في اوروبا ولا شفتيها. تحيه سلطعونيه ونشوفكم الخوت.